أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتاه أحبتاه، أحدثكم اليوم عن معنى عظيم غاب عن كثير من أذهان المسلمين. نسي الناس عظم هذا المعنى لكثرة انشغالهم بالدنيا وزخرفها. هذا المعنى هو البذل والتضحية من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، البذل في سبيل الله والتضحية لرفع شأن هذا الدين. كثير من المسلمين يحبون الله ورسوله، لكنهم يكتفون بجملة من الواجبات الفردية التي هي تقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، لكنهم يغفلون عن أهمية البذل والتضحية في سبيل هذا الدين. يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فدرجات الجنة العالية ومقاماتها الرفيعة لا تنال إلا بالبذل والتضحية، لا تنال إلا ببذل الجهد والمال والعرق والتعب والنفس والدماء والأشلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فالباذلون لهم درجة تفوق غيرهم، والمضحون لهم مقام يجاوز غيرهم من سائر المسلمين. أحبتي في الله، جاء في الأثر أن أهل الإيمان إذا رأوا عظم أجر أهل البلاء يوم القيامة تمنوا لو أنهم في الدنيا قرضوا بالمقاريض. الله أكبر! إذا رأى الناس عظم أجر أهل البلاء، عظم أجر الذين ضحوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، الذين بذلوا من أوقاتهم ومن جهودهم ومن أتعابهم وأوذوا في سبيل الله، إذا رأوا عظم أجرهم تمنوا لو أنهم في الدنيا قرضوا بالمقاريض. ولكن هذا البذل أحبتي في الله له جملة من الدوافع وله جملة من المعوقات. ليس كل أحد مؤهل لأن يبذل ولأن يضحي في سبيل الله سبحانه وتعالى إلا أن يوفر هذه الدوافع ويدفع عنه هذه المعوقات. من دوافع البذل لدين الله سبحانه وتعالى أن يعلم المرء أن ما يصيبه إنما كتبه عليه رب العالمين وقضاه رب العالمين جل في علاه
في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك أخرج أصحاب السنن بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلي وقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أحبتي في الله، لا يمكن لأحد أن يبذل في سبيل الله عز وجل أو أن يضحي في رفعة دينه وإعلاء كلمته إلا أن يعتقد اعتقادا جازما أن ما يصيبه من خير أو شر إنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى وأمره. ولو اجتمعت قوى الأرض كلها على أن يصيبه بخير لم تصبه إلا بما كتبه الله له، وإن اجتمعت قوى الأرض كلها على أن تصيبه بشر لم تصبه إلا بما كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. من دوافع البذل لدين الله سبحانه وتعالى امتلاء القلب تعظيماً ومحبةً لله عز وجل، فلا يمكن البتة أن تضحي إلا في سبيل محبوبك، لا يمكن البتة أن تضحي إلا في سبيل من تعظمه وتحبه، وإلا في سبيل من امتلأ قلبك بحبه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، قال رب العالمين يحبهم ويحبونه. فهؤلاء الذين يجاهدون ولا يخافون، الذين يبذلون ولا يترددون، الذين يضحون وما يتراجعون، هم الذين يحبون ربهم فيحبهم ربهم ويوفقهم للصالحات، يوفقهم للبذل والتضحية حتى ترتفع درجاتهم في الدنيا والآخرة. من معوقات البذل في سبيل الله عز وجل الخوف من الناس، أن يعظم الخوف من غير الله عز وجل في قلبك فيعوقك عن البذل لدينه، يعوقك عن التضحية في سبيله. ولذلك قال ربنا: وخير القول قول ربنا في الآية السابقة: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويقول الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولو تأملنا أحبتي في الله في سبب الظلم الفاحش الذي سلط علينا في الحقبة السابقة وفي العهد البائد ستجدون أنه الخوف، الخوف الشديد من غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أذن الله عز وجل أن يسقط ذلك الطاغية وأن يبيد عهده وأن يطوي صفحته أذن للخوف أن يرتفع من قلوب أهل الإيمان في هذه البلاد، وأذن للخوف أن ينزع من هذا الشعب، فأسقطوا ذلك الطاغية بفضل الله عز وجل وبفضل نزع الخوف من قلوبهم. أحبتي في الله، ما لنا نرى الناس يتقاعسون عن البذل في سبيل الله عز وجل، وفي المقابل نراهم يبذلون ويضحون ويتعبون ويشقون في سبيل ملذات زائفة، في سبيل دنيا زائلة. قال بعض السلف: قال: لو كانت الدنيا
ذهب فاني والآخرة خزف باق. لو كانت الدنيا ذهب فان والآخرة خزف باق لكان للعاقل أن يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني. فما بالنا والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باق. فما بالنا والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باق. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اقتفى أثرهم واستن بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أذكر لكم بعض المواقف لبعض الباذلين في سبيل الله عز وجل الذين رفعت درجتهم في هذه الدنيا قبل ارتفاعها في الآخرة. لما كانت غزوة مؤتة، رفع الراية جعفر بن أبي طالب، ولما رأى صفوف المشركين قال: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. ولما التقى بالمشركين قطعت يده اليمنى، فاختطف الراية بيده اليسرى، ثم قطعت يده اليسرى فاختطف الراية بعضديه، وما زال ثابتا في أرض المعركة وفي ساح الوغى، لم يتقهقر ولم يدبر حتى سقط ميتا شهيدا في سبيل الله عز وجل، كما روي في سيرة ابن هشام، وجاء في صحيح البخاري أنهم عدوا عدد جروحه وعدد إصاباته فوجدوها تفوق 90 ضربة، كلها في قبله دون دبره، كلها في وجهه دون قفاه، كلها من الأمام ولم يضرب ضربة واحدة من الخلف، وذلك لعدم إدباره في هذه المعركة وعدم تقهقره عن الصف في القتال في سبيل الله عز وجل. هؤلاء أهل الإيمان الذين يبذلون وما يتقهقرون، الذين يتقدمون وما يتراجعون. ولما جاء الدور لعبد الله بن رواحة تردد قليلا ثم قال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، إن أجلب الناس وشد الرنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعله ما هديتي. فأقبل في ساح الوغى مدبرا غير مدبر حتى سقط صريعا مغشيا عليه. وجاء في حلية الأولياء بأبي نعيم أن أبا قدامة سئل عن أعجب أمر رآه في أيام الغزو، وكان قد اشتغل بالغزو في سبيل الله، فقال: ذهبت يوما إلى ثغر من ثغور المسلمين أحرض الناس على الجهاد في سبيل الله، وأحرضهم على الإنفاق والبذل في سبيل الله، فكان كل واحد يكتتب نفسه مع الجن، وبعضهم يتصدق لينفق ماله في الغزو، حتى عدت إلى البيت وقمت الليل، وبينما أنا قائم إذ طرق الباب ففتحته فوجدت امرأة متلفعة في جلبابها، فقلت لها: ما عساك تريدين؟ فدفعت إلي شكالا، أي صرة مغلقة، وانصرفت، ففتحت الشكال فإذا فيه شعر مظفور وورقة، قرأت الورقة فإذا فيها: لقد قتل زوجي في السنة السابقة، وقتل أخي في السنة التي سبقتها، وما أجد غير شعري المظفور تربطون به فرس المجاهدين. قال: فتعجبت من أمرها ونمت. ولما كان من الغد وقفت أنظم الصفوف حتى يخرجوا للثغور، فأتاني غلام صغير وقال لي: يا عماه،
أريد أن أخرج معكم للجهاد في سبيل الله. فقلت له هذا ما يصلح، إنك غلام صغير فارجع إلى بيتك. قال له إن رجعت إلى البيت لن تقبلني أمي. قال ومن أمك؟ قال صاحبة الشكال. قال وأي شكال؟ قال الذي دفعته إليك البارحة. قال فوافقته على نظر وخرجنا. فلما وصلنا إلى الثغور طلب مني الغلام أن أكلفه بالطبخ للمجاهدين، فأجبته إلى ذلك، فانصرف ليطبخ لنا، فتأخر علينا فذهبت إليه فإذا به نائم بجانب القدر، فلما دنوت منه ضحك ثم استيقظ، فلما رآني فزع وقال لقد تأخرت عليكم. قلت له لا يهمك هذا، ولكن حدثني عن سبب ضحكك في المنام. فقال لي يا عماه هذه رؤيا، اجعلها بيني وبين ربي. قال فأصريت عليه حتى يحدثني، فقال لقد رأيت في المنام أني أسير في الجنة، فرأيت نساء جميلات، فقلت لهن من أنتن؟ قلنا لي نحن خدم المرضية. قال وما المرضية؟ قالت له هي زوجك في الجنة. قال فذهبت إليها فإذا هي امرأة من أجمل ما رأيت من النساء، فلما دنوت منها قالت أعيذك بالله من الخنا، ولكن موعدنا غدا بعد صلاة العصر. قال فتعجبت من أمره. ولما كان من الغد وقفت أنظم الصفوف، فرأيته في أول الصف، فقلت له يا غلام تقهقر، فإن الصف الأول لا يليق بك. فقال لي يا عماه أتريدني أن أدخل النار؟ فقلت له كيف ذلك يا بني؟ قال ألم يقل رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فلما رأيته أصر على ذلك وافقته. قال فلما دنت الصفوف وابتدأ القتال حصلت مقتلة عظيمة بين صفوف أهل الإيمان وصفوف أهل الكفران، فكانت الغلبة للمؤمنين وهزم المشركون. قال فوقفت أبحث عن الغلام فإذا به ملقا على الأرض وقد أثرت فيه جراحه، فلما دنوت منه قال لي يا عماه خذ قميصي هذا بدمي واذهب به إلى أمي تبشرها. ثم أذن العصر، فقال الغلام يا عماه إني أرى المرضية، وفاضت روحه. قال فذهبت بقميصه وعدت إلى القرية، فوجدت فتاة صغيرة كلما رأت رجلا قالت له يا عماه هل تعلم أخي؟ هل رأيت أخي؟ فيقول لها لا أدري من أخوك، فتقول له إنه غلام خرج معكم، فيقول لها لا أعلمه. قال فذهبت إليها وقلت لها اذهبي بي إلى أمك، فذهبت بي إلى أمها، فقالت لي أمها أأتيت مبشرا أم معزيا؟ فقلت لها ما مبشر وما معزي؟ قالت له إن أتيت تخبرني أن ابني قد قتل في سبيل الله ولحق بأبيه وخاله فأنت والله مبشر، أما إن أتيت تخبرني أن ابني قد عاد غانما سالما فأنت والله معزم. فدفعت إليه قميصه وقلت لها بل مبشر. قال فلما رأت أخته ذلك وقعت على الأرض تبكي حتى ماتت، فأخذتها أمها ودخلت بها البيت وأغلقت الباب في وجهي، فطرقت الباب عني أستخبر من أمرها وأرفع شأنها بين المسلمين، فأبت علي ذلك. قال أبو قدامة هذا أعجب أمر رأيته في أيام الجهاد والغزو. أحبتي في الله، ما لنا لا نبذل كبذل هؤلاء، وما يطلب منا الآن هو أقل بكثير من هذا. ومن أحداث البذل والتضحية ما سمعناه البارحة من الأخبار أن مسلمتين غرمتا في فرنسا بما يزيد عن 100 يورو من أجل لبسهما للنقاب. وفي هذه البلاد أيضا نرى الطالبات في الجامعات يمنعن من دخول الجامعات من أجل كونهن يلبسن النقاب. هذا هو طريق أهل الإيمان، بذل وتضحية وفداء ودماء وأجلاء ومشقة وعناء،
هذا هو طريق الدرجات العلى من الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كثيرا كما أعطيت كثيرا ولك الشكر كثيرا كما وهبت كثيرا. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو في سر أو علانية. لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم استر لنا عيوبنا. نسألك اللهم مما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم فك أسر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارزق إخواننا في الصومال من فضلك العظيم. اللهم جنبهم المجاعة والأمراض والأسقام يا رب العالمين. اللهم ارزقهم من فضلك العظيم. اللهم أغثهم اللهم أغثهم اللهم أغثهم اللهم أغثهم اللهم اسقهم الغيث ولا تجعلهم من القانطين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في ليبيا. اللهم ارزقنا وإياهم تحكيم شريعتك يا رب العالمين والتحاكم لكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لإخواننا في سوريا اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام. اللهم عجل بإسقاط طاغيتهم يا رب العالمين. اللهم كن للضعفاء منهم اللهم كن للأرامل منهم يا رب العالمين. اللهم كن للشيوخ والأطفال منهم يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في اليمن اللهم عجل بنصرهم المبين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم في العراق اللهم انصرهم في الشيشان اللهم انصرهم في أفغانستان. اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احد صفوفهم اللهم ثبت قلوبهم اللهم اجمع شملهم اللهم ارفع رايتهم اللهم اعلي كلمتهم اللهم دمر عدوهم اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فاجعل تدبيره تدبيره واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.